معنا من القاهرة محللة أسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أماني. إذا العديد من البيانات الاقتصادية المهمة نتوقعها خلال تعاملات هذا الأسبوع، من أهمها معدلات التضخم، كيف سيؤثر ذلك على أداء مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية؟ صباح الخير. اولا طبعا مع بدايه التداولات الاسبوعيه بدا نوعا ما مؤشر الدولار في التعافي في بعض التراجعات التي سجلها خلال يوم الجمعه الماضيه، طبعا بسبب البيانات سوق العمل التي جاءت مخيبه للامال نوعا ما. وجدنا ان يوم الجمعه الماضيه في البدايه اضاف سوق العمل او تم توظيف 199,000 وظيفه فقط، اقل بكثير من التوقعات او اقل من نصف التوقعات، بالرغم من تراجعات البطاله لمستويات 3.9%، الا ان سوق العمل يعني كان مخيب. اداء سوق العمل في اخر شهر في 2021 كان مخيب للامانه نوعا ما، وهو ما تسبب في عمليات بيع قويه على الدولار الامريكي يوم الجمعة الماضية. ولكن مع بداية التداولات الأسبوعية بدأ مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات في التعافي نوعا ما، ولكنه لا يزال دون مستويات 96. ولكن إجمالا البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة الماضية هو ما يصب أو ما يركز عليه المستثمرين لتوقعات رفع الفائدة أو لو توقعات تقليص الفدرال الامريكي برامج شراء الاصول في خلال الاجتماعات المقبله. فبالفعل نحن ننتظر بيانات التضخم يوم الاربعاء المقبل. طبعا لو بيانات التضخم جاءت افضل من المتوقع او وصلت ارتفاعها فسيكون هذا داعم رئيسي لتسريع الفدرال الامريكي لتقليص وتيره شراء الاصول او سحب السيوله من السوق، او زياده التوقعات لرفع الفائده قبل يعني منتصف العام او النصف الاول من 2022، او حتى في اجتماع مارس المقبل لو جاءت بيانات التضخم اكثر بكثير من المتوقعات. ايضا ننتظر بيانات مبيعات التجزئه والتي تعتبر ايضا مؤشر قوي على معدل ارتفاع الاسعار في الولايات المتحده. فبالفعل اذا جاءت افضل من المتوقعات في الفتره الماضيه ارتفعت التضخم في الولايات المتحده باكثر وتيره منذ ثمانينات القرن الماضي وبالتحديد منذ عام 1982، فاستمرار ارتفاع التضخم سيتسبب في ارتفاع الدولار الامريكي بشكل كبير جدا، لان الاسواق ستتاهب لتسريع الفدرال الامريكي كما اشرت وتيره شراء الاصول او رفع الفائده في شهر مارس المقبل. نعم، في ظل هذه المعطيات المهمه الاقتصاديه المهمه، كيف تاثرت الاسواق الاسيويه تحديدا سوق العملات الاسيوي الين الياباني؟ نلاحظ بان هنالك حاله من الارتفاع مع التثبيت الحاصل في اليوان الصيني. بالفعل مع بدايه التداولات الاسبوعيه بدا الين الياباني في الارتفاع نوعا ما، طبعا كانه يعني يتم اعتبار الين الياباني طبعا عمله ملاذ امن، فمع الاستمرار في المخاوف المتعلقة بزيادة ارتفاع الإصابات خاصة في دول آسيا، فسيتسبب هذا في يعني حالة من المخاوف حيال النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، على الرغم من أن مخاوف يعني متحول أوميكرون وتأثيره على الاقتصاد لا يزال محدودا، لأن العالم بدأ يتعايش مع فكرة أن هناك متحورات جديدة من فيروس كورونا كل فترة. ولكن في النهاية استمرار ارتفاع الإصابات يعاني ويتسبب في يعني زيادة المخاوف المتعلقة بوتيرة تعافي النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وبالتالي زيادة الطلب على العملات الملاذ آمن مثل الين الياباني والفرنك السويسي الذي شهد بعض الارتفاع خلال التداولات اليوم. نعم، يأخذنا الحديث مباشرة حول الليرة التركية التي أيضا لاحظنا بالرغم من الإجراءات الحكومية التي قامت فيها الحكومة التركية لا تزال هناك بعض الضغوطات على الليرة وتواصل الخسائر، هل نتوقع المزيد من التراجعات لأداء الليرة التركية في ظل المعطيات المتوفرة في الأسواق؟ طبعا بشكل عام بالنسبة للليرة التركية، الليرة التركية لا تزال تعاني من يعني انخفاض أو تراجعات قوية بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي التركي أيضا. ولكن نوعا ما بدأت الليرة التركية مع بداية التداولات الأسبوعية في الاستقرار بالقرب من مستويات 13.65 ليرة لكل دولار، ويأتي هذا مع استقرار معدلات البطالة أو البيانات الأخيرة أشارت إلى استقرار معدلات البطالة في تركيا، في برغم من أن هناك دول كثير لا تزال تعاني من ارتفاعات البطالة المستمرة طبعا بسبب متحور أوميكرون. ولكن بشكل عام يعني استمرار
الحاله او استمرار ارتفاع التضخم في تركيا لاعلى مستوياته في 20 عام لا يزال يضغط على اداء الليره التركيه. تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه بحوالي 10 مليار لمستويات ال 115 مليار 110 مليار دولار، ده ايضا يؤثر على تراجعات الليره التركيه. استمرار سياسه الخفض البنك المركزي التركي للفايده ايضا يضغط على الليره التركيه من المدى المتوسط الى المدى البعيد. والان الاسواق تترقب هل مع بدايه عام 2022 سيبدا في البنك المركزي التركي بخفض اخر في اجتماعه المقبل، ام انه سيكتفي بخفض 500 نقطه اساس في خلال الذي تم او الذي حدث فيه 2021. نعم، محللة الاسواق الماليه في إكويتي جروب الاستاذه اماني رشيد، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا.